استعيذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء حسبك بداية سورة النمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب وقرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك لهم سوء العذاب أولئك لهم سوء
العذاب أولئك الذين لهم سوء أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى إني يا موسى إنه أنا وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون السؤال الثالث والأخير ابدأ من قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أعيد سؤال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
قل إنما يوحى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين حسبك وجزاك الله خيرا.